انه كلياتنا بدك مره طلبناها باسمها كبير، لكن اهم شيء انه يضل عندنا الحافز انه في حال حدوث انتخابات نكون اولا مشاركين فيها، اثنين بتشرفنا وجود رئيس البلديه على اساس نتناول احنا نحكي كثير عن الانتخابات وانه هذا الحكي لازم نروح على الانتخابات، لازم نرشح حالنا. طيب هل كلياتنا فعلا مدرك للادوار اللي يجب ان تقوم فيها البلديه؟ يا ترى بس هي خدمات مي وكهرباء؟ لا بالتاكيد. عشان هيك راح يكون متحدث اساسي عندنا الاستاذ سفيان، وكمان عبد الكريم عوضي خلينا نحكي عن الوطني. احنا اليوم اجتمعنا هنا لمناقشه القضايا الانتخابيه ودور البلديه وشو الدور اللي بتكون فيه البلديه من اعمال في البلد، ومن ليس البلديه دورها انها بس تجيب كهرباء وتجيب مي، والبلديه هي ام البلد. وناقشنا كمان البرنامج الانتخابي، وصار في انتقادات على البرنامج الانتخابي وعلى النظام الانتخابي برضه، وعلى وناقشنا دور الحكم المحلي، شو دور الحكم المحلي مع البلديات، وناقشنا انه الدور العائلي شبوخ الطابع بالنسبه للانتخابات له تاثير على الانتخابات، والتنظيم السياسي برضه له تاثير على الانتخابات، واصبح المواطن صوته حتى صوته مسلوب لاحدى، يا اما تنظيم سياسي او العائله. ونظام القوائم هو عمل ما انت اخترت الرجل المناسب في المكان المناسب، يعني بنزل ضمن قائمه خاصه البلديات، واحنا بنتمنى انه من المسؤولين ذو الشان انه هذا النظام الانتخابي في البلديات بالذات يغيروه، لانه هذه بلديات خدمات، بلديات يعني احنا مش عندنا مثلا بدنا نروح ننتخب على مستوى الوطن نعرف نختار الرجل، احنا بولاد بلد بنعرف مين المناسب وبنحطه في المكان المناسب. اما لما انت بتلزمني بقائمه ممكن في هذه القائمه واحد ممتاز بيخدم البلد وفي اثنين ثلاثه ما بيخدموا فراحوا مع القائمه، زي ما كان مثل الفلاحي او العربي كرمال ورد يشرب العليك. اذا هنا انا ما اخترتش الرجل المناسب في المكان المناسب. احنا بنشكر الاخوان في مؤسسه مفتاح على دورهم الريادي والقيادي في توعيه الشعب الفلسطيني بموضوع الانتخابات وانتخابات الهيئات المحليه. صدقا يعني كل يوم يعني بيفاجئونا بشغلات جديده، واليوم يعني كثير هذا اللقاء كان حيوي ومهم، وسمعنا اراء وطروحات كثير مهمه ممكن البني ادم او الرئيس البلدي ما بيسمعها، ولكن من خلال هاي اللقاءات يعني كثير بيستفيد منها بعمله إذا استمر كرئيس بلدي أو إذا رشح في المستقبل يستفاد منها، وخاصة يعني بيقدر ينقلها للناس المسؤولين للوزارة للوزير إنه يعني طروحات وأمال الناس. يعني كثير أنا من ناس واعيين ومهتمين بموضوع الانتخابات، ونتأمل إن شاء الله إنه السلطة ما تقتل هالانتخابات الروح أو تقتل المعنوية بالانتخابات، وأن تحدد موعد نهائي يعني بهذا المجال، وأنه تجرى الانتخابات مهما كانت نتائجها ومهما كانت، لأنه إحنا بنسعى دائما لتكريس العملية الديمقراطية بفلسطين، وأنا شايف تأجيل 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 هو راح يقتل الروح الانتخابات. أهمية مشاركة المواطن في صنع القرار مهم جدا، يعني مثل ما بقول المثل، يعني الناس لما بيجثر الرأي الشورى بين الناس هي أساس النجاح. كديش بتشاور الناس كديش بتنجح، كديش أنت ما بتشاور الناس كديش أنت ما بتنجح، فبصير في عندك فشل ذريع. فإحنا الحمد لله رب العالمين يعني في هاي البلد تحديدا دائما عندنا مشاركة مجتمعية فاعل وفعال. تأثير اللقاء هذا يعني عكس روح إيجابي وعزز نوع من الديمقراطية باتجاه هذه الانتخابات، عزز نوع من الديمقراطية، عزز الناس فيهم الواحد، يعني في بعض الناس ما بكفى فهم شو دوره حاليا، فيهم شو دوره مشاركة المرأة للانتخابات وتمثيلها كمان، يعني في اللي راح يكون قديش في الانتخابات القادمة، كمان مشاركة المجتمع المحلي في تحديد احتياجاته. يعني حكينا احنا بجوز في اشي من خلال انه هل انها بتشارك المجتمع المحلي في احتياجات البلدة ولا لا، في كمان له دور هذا كبير انه يشارك المجتمع المحلي. تكون الانتخابات نزيهة وحرة
ونامل انه ربنا يوفق الجميع، لا في فتح ولا حماس ولا جهاد ولا اي شيء، الا يكونوا يد واحده، والله يعينهم على عمل الخير، والاسلام يوفقهم جميعا.